يلا هاي لك. يلا خلطي. اسمك ماما. مو كم ماما، ماما اسمه كم. كم. مرحبا اصدقائي، شلونكم؟ شو تكونوا بالف الف خير؟ رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد. المره انا وميلا وحدنا، ميلا طالع، ماما موجود. حبايبي كلش هواية احنا اشتاقينا لكم. طبعا اليوم رح نشارككم جزء من روتيننا الشتوي بالشتاء، لانه كندا تعرفون كلش كلش باردة، بالاضافة لانه صار عندنا حجر منزلي، فلازم نسوي هواية انشطة بالبيت حتى نستغل الوقت، بالاخص اذا انتم عندكم اطفال. فانا وميلا دائما نحب نفوت المطبخ، يا نسوي كيك يا نسوي معجنات. اليوم راح نسوي لكم كيك انا وميلا. ميلا نسوي كيك؟ نسوي كيك. طبعا الكيكة حتكون كلش سهلة، يعني مو كيكة صعبة معقدة، بسيطة. خليكم يعني حبايبي حتى تشوفون شنو المقادير. قبل ما نبدأ وياكم نتمنى منكم تشتركون بقناتنا، تحطونا لايك كومنت، واهم شي الشير. يلا ليمو ليتس جو، ليمو لايك ليتس جو لايك. يلا حبايبي المقادير مثل ما قلت لكم جدا سهلة. نحتاج كومبليت شوكولات كيك، هذا يجي مثل الطحين بس خاص للكيك، يعني في كل المقادير تقريبا، ما نحتاج بس نحط وياه، نضيف له بيض وزيت. فراح ناخذ منه انا تقريبا 800 جرام. انتي؟ يلا. وميلا راح تساعدنا، اليوم عندنا الشيفة ويانا ميلا، بس ما لبست الشقة مالتها. ليش ماما؟ ما حبوا؟ لحظة ماما استني شوي. وميلا شاطرة بالكيك، تعرف تسوي كيك، ها؟ يلا حطي يا نانا. Good job! رمل! لا رمل! لا ماما هذا كيك، لا تلعبي فيه. واو! هسه نحط تقريبا 800 جرام أو 820 يعني 30 مو مشكلة. حط كمان شوية. أوكي. شوي شوي. أوكي أنا حطيت تقريبا 800 أو يعني 900. لا لحظة. هذا زين. تمام؟ تمام. أوكي هسه راح نحط ثلاث بيضات. نجيب هنا من بيض. حبايبي يعني جدا اسفة خربطت، هي 800 ملي لانه انا عندي داقيس بالملي، يعني 400 جرام 430 جرام. هسه نحط ثلاث بيضات. 1 يلا احسبي ميلا معي. اي هاي طلعت. ما شاء الله ماما حبيبي. ايه هاي شنو رقمها؟ ثلاثة. هسه نحط ثلاث بيضات. راح نحط زيت تقريبا 100 ملي، راح نحط 100 ملي زيت، زيت نباتي. بعدين نحط مي حسب الحاجة، أول شي خلينا نخلطهم. يلا هاي لك. يلا خلطي. ماما. مو كم ماما، ماما اسمه كم. كم. كم سوري. حبايبي راح احط مي تقريبا هم 100 ملي، بس يعني ما راح اضيفه كله كله، حسب الحاجة. حبايبي بعد ما خلطناه تقريبا هنا 10 دقائق، شوفوا شلون صار شكلها. خلي اجي شوية من الكاميرا اشوفكم شكلها، شوفوا شلون صار هيك صار. طبعا حستخدم هذا القالب، هاي اول مرة اني استخدم القوالب المطاطية. بالعادة أنا أستخدم قوالب تجي معدنية، بس هذا شفته كلش حلو على شكل قلب، بيت أجرب اليوم. في كابو. يلا ميلا خلطي، يلا ميلا خلطي. خلطي خلطي، خلينا نشغلها شوية، خلطي ماما. افتح الفرن على درجة حرارة تقريبا 250. تقريبا لا يا بيبي 360. يا
حبايبي رح ادهن القالب بالراشي. انا بالعاده ادهنها بالزبده والطحين، بس رح اجرب هاي الطريقه لانه كلش هواي اذا اشوف بنات يعني على طول دهنوا بالراشي. انا كلش طريقه مضمونه 100% مية زق. انا حبايبي هذا هو الراشي اللي دا استخدمه. احتاجيت بعد ان انا احط، راح احط هنا على راسي في القالب. حبايبي هيك مثل ما تشوفون صار شكله، ان شاء الله ان شاء الله ما يلزق. طبعا احنا دا نحضر لكم فيديوهات كلش كلش حلوه، اعرف دا نغيب عنكم هوايه، وبالعاده كنا ننزل فيديوهين او ثلاثه بالاسبوع، هسه ننزل بس واحد، بس كلش مشغولين الصراحه هاي الفتره. ان شاء الله راح ما ناسيه طبعا ابد فيديوهات العنايه بالبشره وبالشعر، ان شاء الله عن قريب كلها ننزل لكم اياها، اسوي لكم اياها. خلصت كيكتنا، هسه توني طلعتها من الفرن. طبعا اخذت 40 دقيقة وياي، وبهاي الاثناء استغليتها سويت سبانخ. شوفنا بلال، طبعا بلال ورا الكاميرا اجى ما لحقنا نفاجئه. هاي رز الي؟ وهذا رز لا اني وميلا. حبايبي طبعا بلال مش مثل ما تشوفون مختفي ورا الكاميرا لانه جايب مرهم، بما انه انتم تعرفون انه شويه وجهه متحسس، فجايب مرهم كلش قوي خلى هذا وجهه كله يتقشر ويصير احمر كلش احمر. فان شاء الله ما اعرف يلا حبايبي ان شاء الله بسطي بسطي بهيك شوي ويروح شوي الحمار من وشي ان شاء الله. مصورتكم فيديوهات يلا هسك منو راح يقلب لنا الكيكه؟ انت يلا قلبينا يلا معلش قولي بسم الله. واحد ارجيك خليني اشوف اول. واو على قلب يا عيني، يعني اليوم مسموح اكل؟ ايه لانه ماكو تمن. ما سوينا له تمن هواي. اوكي بسم الله. صور بس هيج وبالقاع. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه قول قول يلا بسم الله. هاي نشيلها بعدين. ان شاء الله بس ما تعلق ولا بتعلق هلا. والله بعد ما نعرف. يلا جاهزين؟ نشوفون الصدمة. واحد بسم الله الرحمن الرحيم. جو يلا ارجينا ان شاء الله تطلع ضابطة. واو مالك طبعا الراشي ممتاز. الله يعني احيي الشخص اللي اخترع هاي الطريقه. هسه راح نزينها، بس اعتقد لازم هيك تضل هيك شكلها منانا. ايه خليها هيك خلاص انا اخاف احركها حسب شو بدك انت. اوكي هسه راح نزينها. طبعا انا جايبه زينه كريمه سوري زينه كيك جاهزه كلش طيبه طريقتها. بابا كريم من زينها؟ بابا هي كريم. خليها صحيح خليها تبرد شويه. اوكي بعدين نزينها. حبايبي طبعا لانه ميلا ما شاء الله كلش شغلتني، فاني كنت حابه احشي لكم اياها، بس هالمرة سويتها بس هيجي وهاي زينتها شوية. ان شاء الله مرة ثانية اذا حبيتوا اقسمها واحشي لكم اياها. هسه راح اقسمها وياكم حتى نشوف شلون منظرها من جوا. يلا نقسمها من هون. نقسمها من هون؟ يس. اوكي لا قالت من هنا خلاص. اوه ساخن شوي. شايف اوكي ابدعي هون نشوف الداخل. انه هو لحم. هاي من الداخل شوفوا شلون مستوية جميل. شكرا بس بدنا تعملي لنا واحد محشي. واحد محشي ان شاء الله، يا اسويها محشي كراميل او محشي فواكه. فواكه 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 اوكي ان شاء الله فواكه. يا
يلا حبايبي نشوفكم ان شاء الله بألف ألف خير. وهسه أنا وميلا نقول لكم يلا ميلا قولوا باي باي. باي 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 باي. اوه لايك نسينا اقول لهم لايك واشتركوا لايك شير 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 اعطيهم بوسه مو فاضي هلا مو فاضي تاكل. يلا حبايبي نشوفكم بألف ألف خير. وبلال اللي دي صورنا هماتي أنا وياه وميلا نقول لكم باي باي حبايبي. باي باي.